اسماعيل. الجو على قده برضه، مش الحركه اللي هي مش بتاعت رمضان. الاسعار البولتي ب 20 جنيه وب 22 جنيه، والجمبري ب 100 وب 110 ب 120 تبع حجمه. حاضر. بولتي ب 120 جنيه، جمبري ب 140. حماد ابوها والله الاسعار حنينه بس مفيش زبون. الجمبري ب 120 يعني حلو حنين، مفيش حركه. عادل محمود، اسعار السمك رخيصه جدا، قلت ب 20، كورونا ب 30، الجمبري الكبير ده ب 120. ده موسي السنه دي الحمد لله، الحمد لله مفيش بيع ولا شراء، بس الحمد لله. علي محمد احمد، والله هو السمك ارخص سنه يكون في على مستوى الجمهوريه. قلت النهارده ب 20 جنيه، شبوريا ب 40 متر، بس عشان درجة الحرارة الزبون ما عندوش إقبال. الكابوريا ب 50 النوت، السبيت ب 160، الفيليه يعمل 50 60، الفيليه البلدي. أول رمضان الأسعار تبقى فيه كده ببلاش.